أصدر مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح بيانا أكد من خلاله مساندة الخطوات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى للتعامل مع فيروس كورونا وضمان عدم توسع انتشاره داخل مملكة البحرين، مشيدا في ذات السياق بالمتابعة والاهتمام الكبيرين من صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحرص سموه على إصدار توجيهاته لوضع خطة متكاملة وشاملة يتم تنفيذها ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. هذا وقد بدأت الجلسة بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية بهدف تأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها البعض لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها. كما أعاد المجلس تقارير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والذي يهدف إلى اعتماد مقرر تلاوة القرآن الكريم كمادة أساسية في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية والاقتراح بقانون حول ترحيل الإجازات الواقعة بين يومي عمل عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء إلى بداية أو نهاية الأسبوع لمزيد من الدراسة.